بوبي جاي. الحمد لله سندي وعزوتي جاي. عارفه ياسمين بوبي جاي؟ ايه بابي جاي؟ بابي جاي هيجيب لك معاه حاجه حلوه يعني يا ماما؟ لا لا، هيجيب لك شويه بنجر بيتينو من البلد دي. بشرتي يلي من غير بابي. الحقوني يا قلبي، انا حاسه باليتم، انا يتيمه. ايه يا ستي في ايه؟ يتيمه؟ انت جايه تكتشف النهارده انك يتيمه؟ الله يرحمهم، دول ماتوا من زمان جدا، وبعدين حاسه باليتم اوديكي ملجا يربوك. خلاص. وده هيقعد فين بقى ان شاء الله؟ هو احنا ناقصينه؟ يقعد مطرح ما يقعد، الشقه كلها بتاعته. بقول لكم ايه، انا ماليش دعوه، ماليش دعوه، السرير بتاعي محدش هيقرب له ولا ينام فيه. وبعدين انتوا ليه فاكرين ان هو هيجي يقعد عندنا؟ يمكن جاي يزورنا ويتكل على الله. وانت ما يعني ما سمعتيش الجواب؟ اما انا قريته لكم 100 مره اهو اهو، ادي الجواب اهو. طب اقراه تاني كده خلينا نحلله. حاضر يا دكتوره التحاليل، حاضر. بص بديها غباوه ازاي. ازيك يا بنت يا انعام؟ بخير يا بابي. يا بنت ويا بابي، تركب ازاي دي؟ اي المهم يعني بيطلع حاجات عجيبه عندنا في العيله. المهم انا جاي اعيش هنا، اعيش معاكوا في بيت الواد الهفق اللي اسمه عادل، اللي انت يا انعام شريهوله بفلوسي، لان انا ما لقيتش الفلوس على الارض، واللي مش عاجبه يحط راسه مطرح ما يحط رجليه. راسه مطرح ما يحط رجليه؟ دي حركه صعبه قوي. ده بيقول حاجات مستحيله اصلا. سأأتي بقى أكتر كلمة مضايقاني، سأأتي قريبا، ابعتولي العنوان، المحب لكم دائما جد رواش. ده بقى مش جاي يزورنا، ده جاي يكتم على نفسنا. ده لو بعتنا له العنوان، بس احنا ممكن قوي ما نبعتلوش العنوان، أو ممكن نتوهه، أو نبعتله العنوان غلط. بس ده يبقى كذب، والكذب حرام. بصي يا ياسمين يا حبيبتي، جده لو جه هيطلعك من اوضتك وينيمك في المطبخ. بابا مش انت قلت لي في حاجه يا بابا قبل كده اسمها كدب ابيض؟ كدب الابيض، وده هايل ما شاء الله. طب ده شكله ايه؟ كدب الابيض ده بالظبط عامل زي اللي احنا عايزين نعمله مع جده كده، وفي كدب تاني مدور ده هنعمله مع تيتا بعدين ان شاء الله. طب يلا نجرب. انا مش مصدقه ان قله التربيه وصلت بيكوا للدرجه دي. طب ما جه ده ولاده ولاده التربيه. ماشي. ايه ده؟ هو انا قلت حاجه؟ بس يا بنت بلاش قله ادب. شرب انعام، شرب يو. وبعدين لما بتقولي ان الراجل ده عنده فلوس كتير قوي جاي يقعد على قربيزاتنا ليه؟ حنين بنته وحشته جاي يقعد معاها. حنين ايه بس يا ماما؟ حنين ايه؟ انت ناسيه وانت عندك 12 سنه بايده خلع لك سنتين، جايه النهارده تقولي حنين؟ وبعدين يا ماما احنا بنحب جدي وكل حاجه، بس بنحبه من بعيد لبعيد زي القمر كده، بنقعد نبص للقمر بعيد وبنحبه من هو بعيد، ما بنروحلوش. الانسان طلع القمر، ايه رايك بقى؟ يا ماما هنعمل ايه؟ هيقعد فين؟ ما انت شايفه الشقه يا ماما، هيقعد فين؟ يا جماعه انا جالي الحل. خالتي سميحه بتاعت امبابه دلوقتي هي قاعده لوحدها، وجدي طول عمره بيحبها قوي قوي اكتر منك يا ماما. لا بيحبني انا اكتر منها. يا ماما اسره بيحبكم انتوا الاثنين قد بعض، ما تزعليش نفسك. نبعت له عنوان خالتي سميحه بتاعت امبابه، يجي هو من المغرب على خالتي سميحه ويقعد عندها هناك وما يجيلناش. هو ده احسن حل سمعته. الحمد لله الحمد لله يا رب، زحمه وراحت من قلبنا. من فضلك ما تتكلميش عن بابي بالطريقه دي. وات بابي؟ بلديو بيش، هقول اسمها بابي. وبعدين اصلا الكلمه دي ما كانتش طلعت وانت صغيره. يا جماعه لو سمحتوا يعني مش ناقصه ان انتوا كمان تتخانقوا مع بعض، كفايه المصيبه اللي انا فيها. يا خساره، مكتوب علينا نسيب حبايبنا ونقعد مع نصايبنا. جاتكم نيله. نسايبنا نقعد مع نسايبنا؟ مش انتوا نسايبها؟ خلاص يا ستي والنبي، يعني بصوا مش ناقصين مشاكل بينكم من بعديكم، كفايه المصيبه اللي جايالي. رانيا هو جدي فعلا يعني هيروح يقعد عند خالتي؟ طيب وانا مطلوب مني ان انا ابعت له العنوان بتاع خالتي مش كده؟ ايوه عادل، وسيبنا ننام من فضلك. بس خالتي سميحه دي اصلا مش سهله خالص، دي اتجوزت قبل كده 5 وورثتهم بوحشيه. بس يا عادل عايز انام. طيب بس ممكن تضحك على جدي يعني لو قعد عندها وتاخد الميراث بتاعه كله، وخصوصا انها خلاص كبرت ما ينفعش تتجوز حد تاني يعني. يلا بكره بقى نبقى نتكلم في الحكايه دي. ايه
عادل. عادل عادل انت قلت ايه؟ قبل التشخير، الكوبليه اللي قبل التشخير تضحك عليه وتاخد الورث؟ هو راجل جدك ده غني للدرجه دي؟ راجل عمره يجي 100 سنه، وفي الحقيقه العلميه مفيش انسان باستطاعته ان يعدي حاجز ال 100 سنه في الحقبه التاريخيه الحاليه. صباح الخير يا تيتا. صباح الخير يا ياسمين. هو بابا نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا نعام. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا تيتا. ايوه عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا خالتو. صباح الخير يا طن. صباح الخير يا نجلاء. هو ابي عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير. صباح الخير يا مجيده. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ماما. صباح الخير يا سناء. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا عمته. هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حبيبتي. صباح الخير يا نوجع. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا ياسمين. صباح الخير يا مامي. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا رانيا. صباح الخير يا سناء. صباح الفل. مامي هو عادل نزل؟ لسه نازل حالا. صباح الخير. السلام عليكم. رمزي. هلا رمزي. يا رمزي انت يا زفت يا رمزي. نعم يا دولا. خد شد لي التلغراف ده. لا يا دولا انا مش هقدر اشد يا عم. بص انا دراعي خدلان من ليله امبارح من شيل التماثيل يا دولا، وبعدين على فكره انا هروح اربطها برباط ضغطي دلوقتي. ضغط انت اللي هترفع لي ضغطي. رمزي هتروح مكتب التلغراف تبعت التلغراف ده لجدي. يلا. حاضر يا دولا. دولا هو قال لجدك دهون يعني اكبر منك؟ لا هو من دوري تقريبا يعني، او يمكن حتى كمان انا اكبر منه بشهرين. طب هو دلوقتي يعني عنده كم سنه دولا؟ يعني جدي بقى ربنا يديله الصحه يعمل له من 65 ل 90 سنه. طب دولا هو يعني ايه يعمل له؟ يعمل له يعني يجي له يعني. مين بقى اللي هيجي له؟ رمزي انا انت عارف يا رمزي ايه اللي مصبرني عليك؟ ايه بقى يا دولا اللي مصبرك عليا؟ ايه؟ تصدق ولا حاجه، ولا حاجه مصبرين عليك. اطلع بره يا رمزي، اطلع بره، ابعد عن وشي، اطلع بره. طيب يا عم بقى خلاص. دولا هو جدك رواش دون يعني لما هو بعت لك الجواب على البازار هنا على العنوان ده، امال ليه بقى هو عايز عنوان تاني ليه؟ هيجي يسكن في البازار؟ انت مالك؟ يلا اتكل على الله. طيب امال هيسكن فين؟ طيب انت مالك؟ اطلع بره، اطلع بره. ماشي بقى يا عم بقى، الواحد ما يستفسرش في حاجه. سأتي قريبا، سأتي قريبا.